الموقع تيغنتورين بعين مناس، مكان يوجد به أحد أكبر مركبات الغاز الطبيعي في الجزائر. التاريخ يوم 16 جانفي من سنة 2013، تاريخ يتذكره كل الجزائريين، فهو يوم برهن فيه الجيش الوطني الشعبي على قوته وتعامله الصارم مع هذه الأزمة الآنية إثر الهجوم الإرهابي على مركب الغاز بتيغنتورين، أين تصدى أفراد الجيش الوطني الشعبي بكل مسؤولية واحترافية ونفذوا عملية نوعية وناجحة أصبحت مثلاً يقتدى به في التعامل مع مثل هكذا حالات، وتمكنوا من دحر هذه الجماعة الإرهابية التي أرادت أن تدمر هذا الموقع. وبهذه المناسبة نظمت جريدة الشعب اليومية يوم 16 جانفي 2018 ندوة نشطها العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي شريف مختص في الشؤون الأمنية، الذي قدم في تدخله شروحات ومعلومات قيمة أوضح بأن جميع المنظمات الإرهابية هي جماعات ذات صلة بقوى أجنبية معروفة، همها الوحيد هو ضرب استقرار الأوطان. الفضل يرجع لخامة الجمهور القائد على القوات المسلحة وسيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني، استطاع بناء قوات نخبة بهذه الدرجة العالية. ولكن أقول لكم اليوم، ما استطاع سيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني تحقيقه من أمن وتأمين الجزائر يفوق كل ما تصور. كذلك شيء اثنين الكبير اللي استطاع رئيس سيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني هو بناء قوات عسكرية نشاط إلى اثنين، قوات الكلاسيكية اللي تواجه خطر وعدو كلاسيكي معروف، واستطاع تأمين الحدود وفي ظرف بسيط وقصير جدا بناء وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وتحمي كل شرط شارد الجزائري. كما أكد بأن قيادة الجيش الوطني الشعبي تفطنت مسبقا لمثل هذه الأخطار، وجميع الوحدات المرابطة على حدودنا الوطنية في أتم الجاهزية لصد أي عدوان يريد المساس بأمننا الوطني. كانت نقطة أساسية في إعادة مراجعة كل ما قمنا به في السابق وإعادة تكييفه مع الحاضر ومع تحديات المستقبل. لذلك كان السيد فخامة السيد رئيس الجمهورية قائد على القوات المسلحة أنذاك اتخذ قرارات جد مهمة وعلى درجة عالية من الأهمية. نشوفوا باللي التحديات مازالها كبيرة، باللي التهديدات كاينة، لكن الشيء اللي طمأن كل جزائري وهو تواجد أفراد الجيش الوطني الشعبي عبر كافة أنحاء الوطن، وهذا شيء يعني يطمأن ويفرح. اليوم أثبت الجيش الوطني الشعبي أنه استطاع أن يتكيف مع الوضع وأنه أصبح يتحكم في هذه الحرب التنظرية من خلال تكوين مختلف فرق النخبة سواء التابعة للجيش الوطني الشعبي أو لمختلف الأسلاك الأمنية الأخرى. ولاحظنا أن التعاطي المحترف مع الاعتداء الإرهابي بتيغنتورين أثبت أن الجيش الوطني الشعبي أصبح في وضع متقدم جدا. السيد رئيس أركان الوطني الشعبي بنى استراتيجية أمنية يعني نقول لا نظير لها، بحيث استطاع في ظرف وجيز أولا ضرب كل أوكار جماعة إرهابية التي كانت تنشط داخل الوطن والحد من نشاطها بعدما كانت تصول وتجول. كانت صدمة كبيرة لجماعة إرهابية وكانت نتائج جد معتبرة. من جهة أخرى على جبهة أخرى استطاع فتح يعني دخول الصحراء بقوة وضرب يد بالحديد، واستطعنا يعني في ظرف وجيز استرجاع كل الأسلحة التي دخلت من الحدود وخبئت في الصحراء نتاعنا، وكانت تعتبر مخازن استراتيجية لجماعة إرهابية ترجع لها في تمويل العمل الإرهابي. قيادة الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي اتخذ إجراءات استباقية وكانت قرارات شجاعة من حيث إعادة نشر الوحدات والتشكيلات العسكرية في جنوبنا الكبير. والميدان أثبت نجاعة هذه المخططات الاستباقية بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققها وحدات الجيش الوطني الشعبي عبر كامل التراب الوطني.